السلام عليكم. اليوم رانا رايحين نعملو لاكخيم اللي تجي فوق الكاب كيك. بهذا الكيفيه نحتاجو 3 كيسان تاع سكر غلاس اللي هو السكر تاع البودره. انا عندي هاد الكيسان هادو كيما قلت لكم، نحتاج نستعمل هاد الكيسان تاع الكيل. نتوما ولا ما عندكمش هاد الكيسان تقدروا تستعملو بالعبار ولا بالكيسان عاديين كيما تحبوا. اذا راح نحتاج 3 كيسان من السكر غلاس، 3 كيسان. هذا الكأس، هذا هي الكأس الأول. من الأحسن أنكم تحطوهم داخل بول يكون من الحديد كيما هكذايا، ويكون غامق باش يجينا كي نعملوه تجينا سهلة. هذا الكأس الثاني. الآن راح نحتاج الكأس الثالث هكذا، نحطهم هنا. الان راني حابه نقول لكم بلي مانيش عارفه ولا عندكم هادو ولا ما عندكمش. المهم ولا عندكم تستعملوا 1/3 كاب كاس من الزبده، ولا ما عندكمش هادو تقدروا تستعملوا ملعقه كبيره تكون هكذايا دايره شغل الجبل كما كنتشوفوا فيها تاع الزبده. يعني هاد الملعقه هذه هي 1/3 كي نحطوها هنا، يعني نكيلوها هكذا تعطينا 1/3 من الكأس اللي هي ملعقة تاع الأكل، ملعقة كبيرة. نحطوها هنا، وهنا رانا رايحين نضيفو ملعقة صغيرة ونصف من الفانيلا. ولا ما عندكمش فانيلا تاع ليكيد تقدروا تستعملوا فانيلا تاع الساشيات. إذا ملعقة صغيرة ونصف، هنا ملعقة راح نضيف لها النصف، نصف ملعقة، يعني ملعقة صغيرة ونصف من الفانيلا، لأنه حنا رانا رايحين نعملو الفانيلا لاكخيم تاع الفانيلا. الآن ولا عندكم الباتور كيما هدايا، الميكسر كيما هدايا تقدروا تستعملوه، ولا ما عندكمش ممكن أنكم تخلطوا بالملعقة وتحركوا فيه، يعني تحركو قليلا. حتى هنا في الميكسر راح نعملو على يعني فيري لاو، يعني نحطو قليل جدا، ما راحش نحطو عالي، يعني السبيد تاعو يكون عالي، يعني يكون قليل جدا. اذا كيما راكم تشوفوا هكذا، الان راح نضيف له ملعقه اكل من الحليب ونحرك. إذن كما قلت لكم أنا حركنا هذه، إذن قلت لكم هنا راني حطيت 3 كيسان من السكر الناعم أو سكر البودر، يعني هو سكر غلاس، واستعملت له ملعقة كبيرة من الزبدة، أو تقدروا لو عندكم هذا اللي تكيلوا بهم تستعملوا 1/3 كأس من السكر، وملعقة كبيرة من الحليب، وملعقة صغيرة ونصف من الفانيلا. ثم حركنا وحركنا حركنا بالميكسور على الميكسور، يعني يكون قليل، ما يكونش ما ديروهش على هنايا كامل، السبيد تاعو يكون عالي، لا ديروه على سبيد قليل، ولا حركوا بالملعقة، ولا ما عندكمش الميكسور هكذايا تحركوا بالملعقة حتى ترجع لكم كيما هاد لاكخيم هادي. هكذا باش نحي كامل هذيك لاكخيم اللي منا. اذا هنا كيما راكم تشوفوا هذه هي لاكخيم اللي يستعملوا في الكيك ولا الكاب كيك. حبيت نقول لكم ولا جاتكم ثقيله تقدروا تزيدوا لها ملعقه شويه حليب، يعني ولا جاتكم خفيفه تقدروا تزيدوا لها سكر غلاس. لا تبعتوا القيس تاعي راح تجيكم يعني هكذا روعه، ما راحش تجيكم خفيفه ولا ثقيله. انا رايحين نعمرو هاد لاكخيم هادية هنايا داخل هاد العلبة هادي تاع الزجاج، راني غسلتها معقمة يعني. ولا ما عندكمش هاد العلب هادو تقدروا تستعملوا العلبة تاع الزبدة تكون خلصت لكم، ولا تغسلوها وتعمروهم تعمروها لداخل، يعني نفس الشيء علبة علبة. بعد راح نعمروها هنا، يعني تجيكم روعة، تجي لاكخيم هايلة كما قلت لكم، يعني بمقادير بزاف
خفاف وبزاف يعني كاينين متوفره في المنزل. اذا هكذا كما راكم تشوفوا الكريم تاعي راهي واجده. الكريم هذه قلت لكم تاع الكيك ولا الكاب كيك اللي تحبوا تستعملوها يعني في الباتيسري ولا هنا. هذه الكريم هذه راح نغلقها عليها ونخبيها داخل الثلاجه، ما تخليوهاش برا، خليوها داخل الثلاجه. تحبوا تكتبوها هنا، تكتبوا الكريم تاع الكاب كيك ولا قلت لكم بلا ما عندكمش هاد لي بواط تقدروا تستعملوا الباتا تاع الزبده ولا اي علبه اللي عندكم وتكتبوا فيها يعني المهم تكتبوا تعرفوا واش نها هذه الكريم هذه. انا هاد الكريم راح نخبيها داخل الثلاجه، نهار نحبش نستعملها راح نحيها ونستعملها. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الطريقه تاع اليوم، هي طريقه عمل الكريم تاع الكب كيك. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الطريقه هذه، ولا عجبتكم ما عليكم غير تشاركوا في القناه تاعي وديروا جيم لهاد لا فيديو هكذا باش يلحقكم جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.